تشترك كوكو أليسا في شيء واحد لفت نظر الجمهور الكوري كثيرا، وبصرف النظر عن صورهما الجميلة وموهبتهما الرائعة، فكل منهما يمتلك نفس نسب الجسد المثالية. لدى كل من كوكو أليسا أبعاد جسد سريالية، فمن المعتاد أن أصغر عضو من كل فرقة مرتبطا بصورة لطيفة وبريئة، ولكن مع كوك الأمر على العكس تماما، فعلى الرغم من أنه الأصغر في BTS إلا أنه يبدو مذهلا بمفهوما رجولي وناضجا لدرجة تصل إلى أنه في بعض الأحيان يبدو أكثر جاذبية من إخوانه الأكبر سنا منه في BTS. فعندما ظهر كوك للمرة الأولى لفت الأنظار بمظهره اللطيف والبريء والمرح، لكنه غير تلك الصورة وأصبح أكثر جاذبية كلما أصبح جسده أكثر تناسقا وتضخما. ومن بين أيدل الجيل الثالث من الذكور تم تصنيف جسم كوك على أنه دائما في القمة مع أكتاف عريضة وأرجل طويلة نحيفة. ماكني BTS دائما ما يتم تسليط الضوء عليه على خشبة المسرح، هذا أيضا سبب اختيار كونه مركز BTS. لا يمتلك جسدا سرياليا فحسب، بل أن كوك أيضا يجذب الجمهور بغنائه الجميل في عروض BTS المباشرة. إلى جانب كوك تعد ليسا من بلاك بينك معروفة بامتلاك أجمل جسد في عالم الكيبوب، ووفقا لذلك فإن نسبة جسد ليسا تصل إلى 1:9 بوجه صغير ومحيط خصر يصل إلى 48 سنتيمترا فقط وأرجل طويلة مثيرة. جسد ليسا مثالي لدرجة أنها تستطيع ارتداء جميع أنواع الملابس، وفي كل مرة تصعد بها على خشبة المسرح غالبا ما تجعل ليسا الجمهور غارقا في ساقيها الطويلة وخصرها الصغير. وبفضل ذلك التناسق تتمتع دائما بحركات جذابة على المسرح، وعلى الرغم من كونها أصغر عضوة إلا أن ليسا هي الراقصة الرئيسية في المجموعة من حيث مهارات الرقص، فهي يتم الإشادة بها دائما بسبب هالتها الجذابة والفاخرة. يتبع كل من ليسا وكوك أسلوبا مثيرا وناضجا للغاية لأنهما يمتلكون أجسادا مثالية، فإن الاثنين هما أيضا المكن الموهوب الرائع في مجموعتين من أفضل مجموعات الكيبوب العالمية. في أخبار أخرى، في الأونية الأخيرة كان لدى بانيتشان عضو ستري كيدز بث مباشر على في لايف للتفاعل مع المعجبين، وخلال هذا البث شارك عضو ستري كيدز فجأة أنه تلقى هدية عيد ميلاد من ليسا من بلاك بينك. على وجه التحديد أعطت ليسا العضو بانيتشان سترة سوداء من ماركة كريم هيتس، وقد شارك بانيتشان بحماس التالي: لقد تلقيت هذا كهدية عيد ميلاد، أعتقد أنه معطفي الجديد المفضل من الآن، فصاعدا ربما ستعرفون من هو بالفعل، لقد تلقيتها من ليسا، شكرا لك جزيلا. ففي عام 2020 شارك بانيتشان ذات مرة أنه قريب جدا من ليسا منذ أن كان متدربا. فمن المعروف أن بام بام هو الذي قدمهم لبعضهم البعض، وقد تفاعل بانيتشان أيضا عدة مرات مع الانفي الخاصة ببلاك بينك وخاصة ليسا. في أخبار أخرى، في 8 يناير أقيم حفل جوائز القرص الذهبي لعام 2022، وشهد هذا الحفل حضور العديد من المطربين والفرق الشهيرة مثل آي وسومي وإيس باوز بايز وغيرهم كثيرين. كان هذا العرض هو أول حفل تحضره سومي كعازفة منفردة منذ أن غادرت آي أو آي، وقد حصلت سومي في هذا الحفل على جائزة أفضل أداء بعد نجاح إكسو إكسو ودامب دامب. وعلى التويتر أشاد الجمهور بجمال سوني أثناء أدائها في هذا الحفل الذي يشبه دمية الباربي الواقعية بشعر أشقر. علاوة على ذلك، قال العديد من الجماهير أن سومي تبدو مثل أعضاء بلاك بينك نظرا لأن شعرها الأشقر المتموج ومكياجها ذكر الجمهور بروزي، في حين أن ملابسها أيضا كانت تشبه ملابس ليسا في مهرجان كوتشيلا 2019. بينما قال محبي سومي أن هذه مجرد مصادفة وأن سومي تابعة لشركة بلاك ليبل وهي تابعة لوكالة واي جي. إلا أن محبي بلاك بينك قالوا أن هذه ليست المرة الأولى، ففي أنيمار إم في الذي صدر في 25 ديسمبر أصارت سومي الجدل عندما تشابه حضورها مع مظهر روزي المنفرد. لذلك قال محبي بلاك بينك أن بلاك ليبل ستجعل من سومي في المستقبل نسخة بلاك بينك بلا شخصية مستقلة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى دعمي بالإعجاب والاشتراك أيضا في القناة، وشكرا لك، إلى اللقاء.